يسعدنا أن نلتقي بحضراتكم اليوم في لقائنا الأسبوعي على الجريء تي في، إحدى قنوات مؤسسة الجريء الإعلامية، في لقائنا طبعا في الأسبوع المعتاد. والنهاردة طبعا يسعدني أن أنا أبتدي بأن أنا أتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر، إنه النهاردة إن شاء الله الساعة 11 يكون هو المتوج بالتمنى إن شاء الله، ويعود إلى أرض الوطن حامل كأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، ويحافظ على صدارته وتفوقه في القارة الإفريقية على أقل تقدير. وبعد كده إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في الوصول لكأس العالم 2022، ويحققوا إنجازات أفضل من البطولات السابقة، ويكونوا بإذن الله عند حسن الظن، وإن شاء الله هيكون عند حسن الظن، لأن إحنا عندنا رجال الحمد لله في الملعب، وقدروا إن هم يحققوا اللي ما كانش حد يتوقع. نتمنى دعواتكم ونتمنى إن شاء الله الفوز لمنتخب مصر وإسعاد الجماهير المصرية. النهارده هتكلم على نقطة ظهرت على السطح بالأمس، وهو القضية اللي اترفعت عشان يتحكم فيها إن شاء الله بإن الكشف على تعاطي المخدرات بالنسبة لانتخابات نادي الزمالك، اللي طبعا هيكون لو صدر، وزي ما عرفنا ان القضية تأجلت لليوم ان شاء الله، فلو صدر حكم بيها بالموضوع ده فهيكون حكم تاريخي، لان طبعا مش من المعقول ان حد يتولى مسؤولية في احدى مؤسسات الدولة سواء رياضية، والمفروض طبعا لو طبق صدر حكم بمنع او بضروره انه يقدم كشف اي واحد مرشح لاي منصب في الدوله، المفروض يكون في كل الدوله، ما يكونش بس في مجال الرياضه، لان مش معقول ان الشعب المصري يحط مستقبله في ايد واحد يتعاطى المخدرات. فاعتقد ده لو صدر حكم اليوم او تأجلت وصدر حكم قبل الانتخابات أو في أي وقت، فأرجو أنه يتعمم على جميع مؤسسات الدولة مش على بس نادي الزمالك، وطبعا لو صدر هيطبق على اللجنة الأوروبية ويطبق على جميع المؤسسات الرياضية، وأرجو أنه يطبق على جميع مؤسسات الدولة، ما يكونش بس على المؤسسات الرياضية بس، لأن ده معناه أن هنصلح من حال المسؤولين في الدولة، لأن مش معقول واحد يتعاطى مخدرات يقدر يقرر أو يقدر يكون له وجهة نظر سليمة، وكل خطأ ممكن يقع فيه يشكل دمار للمؤسسة اللي بيشتغل فيها، وبالتالي بيكون عبء على الشعب، ويكون مش من حقه يعني أي واحد مش ملتزم إنه هو يكون مسؤول في أي منصب حتى لو كان إيه يعني. فالمفروض يا ريت الحكم يصدر، وطبعاً إحنا أنا متأكد يعني مع حضراتكم 99%، مش عايز أقول 100%، إن اللي بلغ اللي عمل البلاغ ده وطلب الطلب ده نيته يعني مش لله، يعني هو اكيد عارف ان في حد وبيقصد حد معين، وهو يعرف ان هو بيتعاطى المخدرات وبيقصده، يعني الهدف من القضيه رفع القضيه دي في الباطن ما هوش نبيل، انما في الظاهر هيكون
مفيد للمجتمع المصري يعني والمؤسسات الدولة، سواء كان بقى هو هدفه أشخاص معينين، وطبعا ممكن هنعرف ونعرف الأشخاص دول مين، سواء كده أو كده، المهم النتيجة. يعني لو صدر الحكم ده هيكون حكم تاريخي. طبعا ممكن زي ما قلت 99% إن هو الهدف غير نبيل، هو بيقصد ناس معينين، احتمال عنده معلومات عنهم، وطبعا احنا عارفين ان في ناس بتتعاطى المخدرات وماسكين مناصب يعني، فهو طبعا بيقصد الناس دي، هو اكيد عارف. انا سواء بقى اشوف انهي قائمة ولا اشوف انهي فردي هو بيقصده، سواء كان الهدف نبيل بقى او غير نبيل، المهم لو صدر حكم بالموضوع ده هيكون في المصلحة العامة، واحنا عارفين طبعا المصلحة العامة أهم، وما يهمناش بقى هو كان هدفه الأساسي إيه يعني. لو في حاجة زي كده المفروض تظهر. وأنا نصيحتي بقى بعد الموضوع ده، إن أي واحد فعلا بيتعاطى المخدرات عليه التنحي بهدوء، بدل ما طبعا تظهر النتائج وتشوف مفاجآت، و للأسف هنصدم في ناس إحنا يمكن كنا بنحترمهم أكثر من اللازم وما نتوقعش منهم. فلو صدر الحكم ده النهارده وأجبر الجميع على إنهم يعملوا تحليل للمخدرات، فطبعا هتكون في صالح العام، ولكن على كل من يتعاطى المخدرات الانسحاب في هدوء فورا قبل الفضائح زي ما بنقول. زي ما قلت الهدف غير نبيل، ولكن النتائج هتكون في صالح العام إن شاء الله. وأعتقد المحكمة ممكن تحكم يعني بحكم زي ده يعني، لأنه مش معقول هترفض قضية زي دي يعني. فنرجو طبعا إن شاء الله تنظيف الرياضة المصرية في جميع مؤسساتها، مش الرياضة المصرية بس، زي ما قلت أرجو لو صدر حكم زي ده يتعمم على جميع مؤسسات الدولة، عشان بقى نبدأ التنظيف، واللي يتعاطى يتورط. متشكرين طبعا، رغم ميتك اللي غير، أنا متأكد يعني، بس مش عايز أقول 100%، النية اللي غير، مش عايز أقول حاجة، أقول مثلا اللي مش مقصود بيها المصلحة العامة، مقصود بيها ناس معينين، ولكن النتائج هتكون في الصالح العام إن شاء الله. تاني حاجة بقى عايز أتكلم عن انتخابات نادي الزمالك واللي بيحصل فيها، اللي رافعين قضايا، اللي عاملين بتاع ده محاضر، إن مش قادرين يقدموا برامجهم والكلام الفارغ ده كله. يا جماعة كلها 5 أيام بالظبط، بالظبط 5 أيام، اصبروا يعني، اهدوا شوية يعني. ما ينفعش نادي الزمالك بس هو اللي بيحصل فيه البلاوي دي، ما حصلت انتخابات الإسماعيلي، انتخابات الاتحاد، انتخابات ده، انتخابات ده، ما سمعناش عن الكلام الفارغ اللي بيحصل في نادي الزمالك. هو ايه اللي بينكم؟ يعني ايه اللي بينكم بالظبط؟ ايه العداوة دي يعني؟ يعني ده ولا طار يعني، في طار بينكم وبين بعض يعني، انا مش فاهم. حضرتك ما هو مجلس قائمة المستشار ما طلعت كلهم تقريبا، الناس التقال فيها مثلا طلعوا كلهم في قناة الحدث، القناة اللي استضافتهم، وواحد واحد، سواء الكابتن خالد لطيف أو الأستاذ أحمد مرتضى أو المستشار مرتضى أو نائبه في القائمة اللي هو كل يعني، راحوا عرفوا يتصرفوا ويروحوا ويقولوا اللي هم عايزين يقولوه. صحيح ما فيش برامج، ما سمعناش عن برامج ولا سمعناش عن اي حاجه، انما هو بيتكلموا، طلعوا يتكلموا. عندنا حضراتكم انتم برنامج، اي واحد عنده حاجه يشوف اي قناه يطلع فيها ويقول، قدامه لسه 5 ايام او يقولوا 4 ايام، لان الخامس ممنوع فيه مثلا الدعايه الانتخابيه، قدامكم تصرفوا. ولا ما يجبش كمان ان
يتمنى اي حد من يعني يعمل دعايه في النادي. وبعدين وصمه عار هي عمليه قطع الكهرباء في الصاله المغطاه، يعني ليه كده؟ ليه يعني ليه يحصل الكلام ده؟ ما كل واحد واثق من نفسه يدخل ويتكلم مع اعضاء الجمعيه العموميه وما يهموش الاخر بيعمل ايه. ليه بتعملوا كده؟ ليه انتوا حاطين دايما نادي الزمالك في العين كده، وحاطين نادي الزمالك مش في اعتباركم، وكل اعتباركم هو الكرسي، وكل تصرفاتكم ضد مصلحه نادي الزمالك. خلاص روحوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، يعني عايزين توصلوا لايه يعني؟ الموضوع ده يا جماعه، وده بوجه طبعا كلامي اللي بيديروا نادي الزمالك في الوقت الحالي، مش في صالح نادي الزمالك. يا سيادة المستشار، مش في صالح نادي الزمالك ان اي حد يتمنع ان هو يقول زي ما حضرتك طلعت وقلت، وزي ما حضرتك بتتمشى في النادي كل يوم وممكن بتكلم الاعضاء، من حقهم. وبعدين انت واثق من نفسك وواثق من اعضاء الجمعيه العموميه، سواء حضرتك او اللي موجودين معاك في القايمه او اي حد. اللي واثق من نفسه خلاص انتهى. ارحموا نادي الزمالك شويه. يعني سمعنا ان في محاضر اتعملت في الاسم، نادي الزمالك بس اللي بيحصل في الكلام على اساس منعهم او عرقله مؤتمرهم او عمل او ده او ده او ده او ده، وكل واحد اقرب حاجه يروح على الاسم، واسم نادي الزمالك للاسف بيذكر في الاقسام والمحاكم أكتر ما بيشكر في المحافل الرياضية، وده بسبب حضراتكم كلكم. اهدوا شوية، كلها 5 أيام يا سادة وينتهي الأمر. وأعضاء الجمعية العمومية هم اللي هينقوا، مش حضراتكم ولا إحنا ولا اللجان الإلكترونية. مفيش عضو مرشح في العالم، أو زي ما حضراتكم فاكرين يعني وحاطين في دماغكم يعني ممكن ينجح بلجان إلكترونية. لا يمكن. أنت حضرتك بتنجح عن طريق أعضاء الجمعية العمومية، مش عن طريق حتى جمهور نادي الزمالك اللي هو كان اللي من حقه هو اللي بيتضر أكتر يعني، ولغم ذلك هو مش بيده حاجة. أنتوا كل اللي في إيديكم إن أنتوا تقنعوا أعضاء الجمعية العمومية إن أنتوا كل واحد فيكم يستاهل ياخد منصب في الجمعية العمومية، في مجلس إدارة نادي الزمالك. فليه ليه يعني؟ سيبوا الجمعيه العموميه تختار ونشوف. واعتقد الجمعيه العموميه خدت درس كبير قوي من السنه وشويه اللي فيها لجان، لان عمر ما في لجنه جت في نادي الزمالك اكثر من 10 لجان ولا 11 لجنه، سواء لجنه او مجلس مؤقت، عمرهم ما نجحوا. يعني قولوا لي مره واحده جت لجنه او جه مجلس مؤقت معين ونجح. بالعكس، ده بيرجعوا النادي 20 سنه ورا، ان ما كانش 50 سنه. بيبقى النادي في هدوء وفي بطولات وانجازات، بتيجي اللجان دي بتجيب ورا. فهم اعضاء الجمعيه العموميه المفروض يكونوا خدوا الدرس، اتعلموا الدرس يعني. ومش في ايد حضرتك ان انت مثلا لو هتقطع كهرباء على حد او هترفع قضيه على حد، ده مش ممكن، مش ما يفيدكش بشيء. اللي يفيدك ان انت تقدم برنامج او تكون محل ثقه اعضاء الجمعيه العموميه. فلا بالمحاضر ولا باللجان الالكترونيه ولا بالكلام الفارغ ده كله هينجح شخص. ولو فرضنا ان ما نجحتش قائمه باكملها ونجحت اعضاء من اكثر من قائمه او من مستقلين او الكلام ده كله، ما يجب انكم تتعاونوا كلكم اساسا. هي دي اختيارات الجمعيه العموميه هتكون، لازم تحترموها. مش لازم انا مثلا رئيس وجاني نائب رئيس انا ما كنتش عايزه، ما كانش في القائمه بتاعتي، او مقلب الدنيا والنادي يرجع للمشاكل اللي حصلت في السنوات والمرات السابقه اللي كانت بنفس الموضوع. لازم حضرتك زي ما احترمت ان اعضاء الجمعيه العموميه نادي الزمالك اختاروك، من حقهم انهم يختاروا شخص اخر واختاروه، من حق. لازم تحترم، لازم تحترم اراء الجمعيه العموميه. اشمعنى مثلا هتبقى مبسوط ان الجمعيه العموميه اختارتك مثلا
واترفض انها تختار حد تاني، هم حرين، ده النادي بتاعهم. النادي مش بتاع حضرتك ولا بتاع ده ولا بتاع ده، النادي بتاع اعضاء الجمعيه العموميه، النادي تبع الدوله، والدوله عاملاها عشان الناس دي هي اللي بتصرف على النادي. وانتوا المفروض كل همكم يكون انكم تنموا موارد النادي، مش تدخلوا بقى في مشاكل. يعني لنفرض ان المجلس جه كوكتيل زي ما بيقولوا، واحد من هنا واحد من هناك واحد مش عارف، هتعملوا ايه؟ هتقعدوا في الاجتماعات تتخانقوا، ولا بعد كده هيبدا ينسحب ناس من المجلس وبتوع المجلس الاداره يتحل ويجي لنا لجان تانيه زي ما حصل قبل كده؟ اهدوا شويه، عشان لما تتخانقوا دلوقتي لو صدفوا دخلتوا من قوائم مختلفه او فردي او الكلام ده كله، ما يبقاش في بينكم طار زي ما انتم بتعملوا دلوقتي، تدخلوا وانتم متفقين. والخطورة الكبيرة يا جماعة هو الانسحابات اللي بتتم دي، ده ما حصلش في أي نادي. الانسحابات دي وراها شيء، ولازم تفكروا إيه اللي وراها، ولازم جمهور الزمالك يعرف إن وراها شيء. الانسحابات دي من أخطر ما يكون لمجلس إدارة نادي الزمالك القادم. الانسحابات دي ممكن يكون معناها أخطر مما تتصوروا. احنا بيكون عندنا معلومات معينه، احنا ما بنحبش، لان دلوقتي مش من حق حد ان هو يطلع شيء انه يعرقل الانتخابات. بعد الانتخابات يحلها ربنا، لان هدفنا كله ان الانتخابات دي تتم يا جماعه، ولابد ان الانتخابات دي تتم، واللي عايز يعرقلها يعني يهدى شويه. يعني لو بيحب نادي الزمالك يهدى ويهدى، طالما انت مثلا مش عارف هم اسماء ما انت عارفينهم، يعني طالما انت مالكش فيها ومش مقدم نفسك ومش مترشح، ايه القضايا اللي بترفعها؟ ما انت بتخسرها دلوقتي. وحضرتك ايه الهدف من القضيه؟ شخص معين انت ما بتحبوش؟ وحضرتك عارف انا بكلمك، حضرتك عارف انك مين اللي انا بكلمه؟ يعني هي العمليه حب وكره وقضايا شخصيه عشان تردوا نادي الزمالك؟ أعتقد اللي بيعمل كده جمهور لازم نادي الزمالك لازم ياخد موقف منه. اهتموا بنادي الزمالك، احترموا نادي الزمالك، انسوا الكرسي ده. واللي حتى اللي مش داخل وما بي ما بيسعاش للكرسي، طب ليه بيتعطل؟ عايز يتعطل الانتخابات؟ طبعا احنا عارفين اهداف كل واحد منهم، وجمهور الزمالك مش غبي، وجمهور الزمالك فاهم اللي بيحصل. إنما إن شاء الله تتم الانتخابات، بس المهم إن اللي هينجح في الانتخاب ويبقى عضو من أعضاء مجلس الإدارة يهم ويكون أهم هدف له هو نادي الزمالك. في لعيبة قاعدة مستنياك يا بهوات، في لعيبة قاعدة مستنياك وتديها فلوسها وتجددوا عقودها. في مشاكل زي ما كل واحد بيمشي ويجي التاني يقول مفيش فلوس، ده ما بنلاقيهاش في اي نادي تاني. ده الانديه اللي فعلا عندها ازمات ما تلاقيش رئيس نادي منهم او بتاع يقول انا ما عنديش فلوس. لما تطلع حضرتك تقول ما عنديش فلوس، المحترفين دول هيجوا لك ليه؟ ليه يعني؟ هيجي لك عشان جمال عيونك زي ما بيقولوا، هو عايز يجي لك عشان الفلوس. هو راجل طالع بره بلده، متغرب بره بلده عشان يعمل لنفسه مستقبل لاولاده وعيلته، وعايز ياخد حق. ما تجيش انت ما تقوليش بقى يعني ابناء نادي الزمالك، تقعدوا تقولوا ابناء نادي الزمالك ولازم يصبروا. ليه لازم يصبر؟ يبقى باي حق لازم يصبر، وانت ليه ما توفرلوش حق بدل ما تقول له لازم تصبر؟ ولو هو صبر المحترف يصبر لك ليه؟ سيبوكوا بقى من الكلام الفارغ بتاع حب الفانيلا وحب مش عارف ايه، كله بيجي يبوس الفانيلا، وبعد كده لو جاله عرض افضل ولو لقى النادي كده بالهرجله دي قدامه. اشرف بن شرقي بيقول لك انا مش هجدد الا لما اشوف مجلس حقيقي قدامي. هو مش شايف مجلس، هو مش شايف حد مسؤول ممكن يتكلم معاه ويكون الكلمه دي هتنفذ. يعني ما احنا شفنا اهو اللجنه اللي فاتت عملت عقود مع لعيبه، اللجنه الحاليه ولا المجلس لما رجع
عايز يغيرها، طب ده كلام، ومين هيوافق على كده؟ انهي لاعب غبي هيوافق على حاجه زي كده؟ فمش كل حد يحكم نادي الزمالك يقرر حاجه فالراجل فاهم. قال لك ده انا بقى لو عملت عقد مع دول يمكن يجي مجلس تاني يقول لي اعدل عقدك، ولا وكمان ما فيش فلوس ولا الكلام ده كله. طب هو ليه مجبر؟ مجبر على ايه يعني؟ عشان ايه يعني؟ وليه انت تطلب من لعيبتك ان هم يصبروا وانت ما تسعاش ان انت تنمي موارد النادي؟ ده مش شغلتك. امال انت مرشح نفسك ليه وجاي النادي ليه ورئيس نادي ليه واعضاء مجلس اداره ليه؟ مش عشان شغلتكم ان انتوا توفروا كل الكلام ده؟ وفروا لهم فلوسهم، واللي اتعمل له عقد مش هتقدر تغيره، انسى. لو فعلا من ابناء نادي الزمالك وبتاع وقدرت بالادب وبالاخلاق بالتراضي ووافق، اهلا وسهلا، ما وافقش حقه. حضرتك مثلا نقول مين مثلا المستشار مثلا، لو حضرتك واخد قضيه بمليون جنيه وتقول له مليون جنيه واتفقت معاه عليهم، وفي وسط المرافعات والكلام ده جاي يقول لك لا انا عايز ادفع نص مليون، هتوافق؟ الكلام ده كل واحد في شغله اتفق على حاجه لازم ياخدها. العقد شريعه المتعاقدين، وانتوا حضراتكم مستشارين كلكم فاهمين. فارجو الهدوء، ارجو ال5 ايام دول يعدوا على خير، وبطلوا اسم نادي الزمالك يروح في الاقسام ومحاضر في الاسم ومحاضر مش عارف فين، ويبقى قضاة مصر كلهم حضروا وجات قدامهم قضايا نادي الزمالك. يعني انا لو عملت احصاء واعرف اسامي القضاة المحترمين اللي موجودين في مصر، ما فيش قاضي مش هيكون جاله قضية تابعة لنادي الزمالك، واحد رافعها على نادي الزمالك ولا رافعها على عضو ولا رئيس ولا اي شيء يخص نادي الزمالك. اعتقد كل قضاة مصر جت قدامهم قضايا خاصة بنادي الزمالك. ليه ما تذكرش اسم مصر في المحافل الدولية بالبطولات؟ ده اسم الزمالك مشهور في الإقسام والمحاكم أكتر من المحافل الدولية المحافل الرياضية. عيب عليك. أيضا في نهاية لقائنا الأسبوعي النهارده، أتمنى طبعا إن شاء الله لنادي الزمالك وكرة العالم للأندية لكرة السلة التوفيق. هو طبعا هيلاعب بطل اوروبا وانا فريق قوي انا عارفه، ولكن بالمحترفين اللي عنده يمكن ان شاء الله نامل ان يعدي المباراه دي، وطبعا بالعزيمه الرجال لو قدر يعدي ويروح للنهائي يكفي شرف ان هو اولا ان هو اشترك في البطوله. بس احنا مش عايزين بقى المصريين يبطلوا حكايه تشريع بيسموها ايه المشرف دي، التمثيل المشابه. لا يا جماعه، لازم بقى يكون طموحاتنا ان احنا نروح اي بطوله ان احنا ناخدها، ما خدناهاش ماشي بس نأدي، انما ما يكونش هدفنا دايما كمصريين التمثيل المشابه. خلصت الحكايه دي يا جماعه، دي خلصت من العالم كله يعني. فنرجو التوفيق برضو الاسبوع الجاي، اولى مباريات للاسف هتكون وقت الانتخابات، ما اعرفش ازاي يعني عملت الحكايه دي، ولكن ان شاء الله يعزلوا الفريق عن الانتخابات ويبدا يدخل البطوله ان شاء الله باول لقاء، يقدر المحترفين اللي جابهم نادي الزمالك يساعدوه في ان هو يعبر البطل اوروبا ويوصل للنهائي ان شاء الله. تمنياتنا لفريق كره السله في بطوله العالم للانديه التوفيق باذن الله. وقبل ما اختم برضه، لان قناه الجريده زي ما انتم حضراتكم عارفين قناه للجميع، يعني قناه صحيح انشئت من اجل جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك، ولكنها لجميع الرياضيين وجمهور الرياضه في مصر. مش بس دلوقتي بقت جمهور الرياضه، مؤسسه الجريده العلميه بقت في جميع المجالات. يعني اللي عايز استشاره قانونيه هيلاقي، اللي عايز استشاره طبيه هيلاقي، اللي عايز تعليم لغات هيلاقي. يعني مؤسسه ضخمه الحمد لله، في سنه واحده حصل التقدم والتطور اللي فيها، وان شاء الله مجلس الاداره الجديد يقدر يقوم
ويطور ويكمل التطوير إن شاء الله، ونشوف في يوم من الأيام القناة دي زي ما إحنا طبعا عملنا أخبار باللغات الفرنسية والإنجليزية، والعالم كله كان بيسمع أخبار نادي الزمالك باللغتين. قناة مؤسسة الجريء بجميع قنواتها مؤسسة وصلت للعالمية، حطت أول خطوة في العالمية، وعايزين طبعا نكملها في 2022. أرجو إن كلامي ده يوصل للمسؤولين عن نادي الزمالك اللي قلته من شوية، وإن هم بقى ينسوا القضايا وينسوا المحاضر وما يروحوش الإقسام، ويبدأوا يركزوا مع أعضاء الجمعية الأموية ومجلس الإدارة الحالي، يسيب الناس دي إنها تقدر تقدم نفسها لأعضاء الجمعية العمومية طالما في ثقة في النفس، الواحد ما يخافش، مش كده ولا إيه؟ في نهاية لقائي أشكركم، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله، أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.